يعني بالنسبه للبطوله بالنسبه بزاف الامور راه ما عندهاش وي البوتنسيال باش تمشي في هذا الشيء مزيان. يعني الرجاء خصها الانبابات، خصها لعابه، الرجاء خوات من اللعابه اللي يقدروا يجيبوا يلعبوا على المستوى الوطني القاري، يلعبوا مزيان ويحققوا نتائج. خص غابيدمون انتدابات، ماشي اللعابه ماشي ديما بعد المبالغ بعدا، اوكي ممكن اكثر لعاب الرجاء ديما كنضاهي براسها بعدا مدراسه، راه تجيب لعابه اللي عندهم مواهب غير كتبقى لهم وكيوليو يسواو الفلوس. يعني الرجاء يعني منظور في خصها الامكانيات وخصها الناس ديال الغيورين عليها، وهذا هو الدور ديالي انايا. يعني تحاول كيفاش تجيب لها الفلوس، تحاول كيفاش تدبر المرحله اللي كاينه بعدا. وكما قلت شي مواقع قبيله سلوفيا ما كنهضرش بزاف على البرامج، ولكن اللي كنقول لها هو ناكد لك بانه الرازه غادا تسير بواحد الفكر جديد، يعني بواحد فكر مقاولات جديده المقاولاتيه. تماما يعني بحال لونتربريز. انا ما غادي بزاف ديال الناس اللي غيتضروا من هذه الفكره. اللي مستعد ينخرط هذا الفكر الجديد مرحبا به، وكنفتح له يدي ويخدم معنا ويعطينا المقترحات ديالو. حنايا في الرجاء خاصنا واحد الرعد لاعبين مزيانين، وهذا انا مستعد نجيب. معول نغير الفكر ديال الجماهير الرجاويه، ماشي معول على السب. انا ماشي نقولش ليه انا ماشي طرشون جفاف نجي لعندو نقول ليه غير عاير اخويا، تماما نقول ليه علاش غتعاير مني نغلط اجي تحس معايا، انا غنكون عندي اتصال مباشر معاك. مني نغلط قول ليه غلطتي، غنخدمو على واحد منفرد فيكشر اللي يكون فيها تواصل مع الجماهير. غتنزل زمر الخيرات، غادي غنراجع هذه المساله لانه ولات مطلب كاع شعبي ديال الجماهير الرجاويه. تماما يقول لك عبد الصمه، ولكن غادي نقننوا. دابا هضرت مع شي منعقد من الخريطين، نتصموا نديروا واحد المستويات الانخراط، ولكن الرجاء محتاج الناس ديالها باش ينخرطوا معها. باش لي زاديرون ملي كتسمع 180,000 اديرون عند هذا عند هذا كالكولي داك الشيء ديال الانخراط ديال سنتين وخلصتها وعندي الوصولات ديالها. نقول لهم فلتطمئنوا، الرجاء اليوم محتاجه لجميع الناس ديالها، المنخرطين والغيورين والجماهير وكاع دوك الصفحات، كلشي اللي تيبغي الرجاء اليوم خصو يجي لعندي ويجي ونجلسو ونديرو اليد في اليد ونخدمو المصالح العليا ديال هذا الفريق هذا. خلينا من دوك المشاكل اللي كانوا قدام والمشاكل ديال لي ريزو سوسيو والمواقع وضربني ونتخبى ولي فو كونت. اليوم حنا محتاجين لكاع اللي عنده فكره، محتاجين مالي الفلوس يجيو يدخلوا مرحبا بهم، محتاجين المسجلين، محتاجين مالي الافكار. اجي اعطيني غير فكره، اجي اعطيني مقترح. اللي عنده هادشي مرحبا به. اليوم الرجاء محتاج لكاع الناس ديالها باش نخرجوها اولا من هذاك النفق اللي كاينه فيه. محتاجين كل شيء مرحبا به، ما يهمنا هو مصلحه الرجاء اللي غتبقى عليا، وخصنا نخليو داكشي الشخصي مورانا.